أهلا بكم مشاهدين. أول فقرات الحوارية في هذا الصباح قراءة في أخبار صحافة القاهرة الصادرة صباح اليوم الأحد. بشرفنا في هذه الفقرة الأستاذ الحسين عبد الفتاح الكاتب الصحفي بجريدة روز اليوسف. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك. صباح الخير. صباح الخير. نبدأ من جريدة الأهرام وخبر في الصفحة الأولى: مصر تكتفي ذاتيا من الغاز وتوقف استيراد وتوفير 2.5 مليار دولار سنويا و6.6 مليار قدم مكعب حجم الإنتاج. يعني خبر الحقيقة مبشر جدا وبيؤكد طبعا يعني الاكتشافات اللي كان بيتم الإعلان عنها وأنها حققت الهدف من اكتفاء مصر ذاتي من الغاز وتوقف استيراده من الخارج. انعكاس يعني هذه الخطوة على مصر اقتصاديا وأيضا من حيث استهلاك الطاقة وغيره من الآثار المختلفة. بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير على كل شعب مصر. صباح الخير على وقد الفتن. صباح الخير على صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي. فترة سابقة القنوات المضللة والأهدافها هادمة كانت بتدعو لفتن كثيرة، لكن ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن تنصروا الله ينصركم. الرئيس عبد الفتاح السيسي قال ان موضوع الغاز مرحلة وقت او مرحلة، والحكومة ووزير البترول طارق الملا اعلن اكتر من مرة انه عنده اكتشافات جديدة وان في امور كثيرة جدا الشعب هيسعد بيها. كل ده كان كلام. لما يطلع على ارض الواقع النهاردة ونشوف ان احنا أول خطوة حقيقية بتؤكد غزارة الإنتاج وبتؤكد فضل ربنا على مصر، مصر اللي ذكرت في القرآن الكريم، مصر اللي ربنا قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. التعزيز يا أحمد بيه مش اقتصادي فقط، التعزيز معنوي أكثر من كونه اقتصادي. حضرتك تذكر أيام 25 يناير والفتن اللي كانت موجودة في الشارع المصري، مشاكل الغاز، ولما كنا بننتظر دخول الغاز من الخارج ويقولنا ادفعوا الأول، وكنا يعني في وضع أكثر من سيء. النهاردة الحمد لله مصر ربنا بيمن عليها بفضل الله أولا، ثم بفضل التخطيط السليم والاستراتيجيات طويلة الأمد. خلاص احنا مش عايزين غاز من برة. القضية مش عايزينه بس، احنا بنوفر 2.5 مليار دولار. تمام. مش بنوفر 2.5 مليار بس، احنا بنضع قدمنا على أول خطوة لتصدير الغاز. عند حضرتك كثير من المواطنين حدثت لهم مشاكل كبيرة وصلت إلى حد الموت في فترة 25 يناير في الصراع على أنبوبة البوتاجاز. النهاردة لما بنكتفي بالغاز الداخلي عندنا من المستخرج من أرضنا والمسال على مصانعنا أو في مصانعنا، النهاردة حضرتك بيحصل إيه؟ بتبقى خطوة جديدة على نهاية عهد مصر مع أنبوبة البوتاجاز أو على الأقل الشق الأكبر. خاصة حضرتك النهاردة بتكتشف أن الصعيد بدأ في تركيب الغاز. وزارة البترول بتأكد المعنى ده بأنها بعد ما كانت بتاخد تركيب الغاز كاش موني نقدا، النهاردة ابتدت في التقسيط، وإن شاء الله تصبح مصر مكتملة الأركان ليس في الطاقة فقط وإنما في كل شيء ببركة تخطيط سليم، استراتيجيات سليمة، صبر شعب جميل ورائع. الشعب المصري الشعب اللي خاض حرب أكتوبر المجيدة بأسلحة تكاد تكون يعني غير موجودة على الساحة، وربنا نصره لأنه كان صادق. تمام. طيب من جريدة الأخبار: إطلاق أكبر مسح طبي لفيروس سي، السيسي يفتتح غدا أول ملتقى عربي لطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة. خلينا نتكلم الأول عن هذا المسح الطبي اللي يعتبر الأكبر من نوعه في العالم كله. قد إيه هدف قومي القضاء على فيروس سي في مصر؟ كمان هذا المسح بيساعد في إتمام هذا الهدف والكشف عن أمراض أخرى أيضا، لأنه بيظهر طبعا من خلال المسح يعني إذا كان في أمراض أخرى ما يتعلق بالسكر، ضغط الدم، السمنة وغيره. شوف حضرتك النهاردة سيادة الرئيس عامل مبادرات كثيرة، منها مبادرات في الصحة. لما نيجي نتكلم عن صحة المواطن المصري ونجدها
من أولويات اهتمام الرئيس لصفحة جديدة على وجه كل خائن يريد أن يدمر مصر من خلال الإشاعات المغرضة التي أشار إليها السيد الرئيس في أكثر من لقاء، واللي تعددت لا بغرض تصحيح الأوضاع، ولو كانت كذلك لأخذنا بها، ولكنها بغرض تدمير الداخل المصري. المنافقون كانوا أشد بطشا على المسلمين لأنهم كانوا بيتواجدوا بين المسلمين وهم مش مسلمين بيدعوا الإسلام. احنا في ما زال مجموعة من المنافقين موجودة لا تريد الخير لمصر وإنما تريد تدمير الداخل للأسف الشديد. طيب النهاردة لما بنطلق أكبر مسح طبي لفيروس سي وللأمراض غير السارية فين بنطلقها حضرتك؟ في مصر الجديدة، في جاردن سيتي، في المهندسين؟ لا، أنا رئيس مجلس إدارة مركز شباب دمنهور شبرا في شبرا الخيمة، وأنا نقطة من هذه النقاط. تمام، يعني في كل أنحاء الجمهورية في مصر. تمام. بالكامل. وحضرتك خلي بال حضرتك الاهتمام نزلت من فترة، الوزيرة مش قاعدة في مكتبها وبتدير حاجة من غرف التكييف، لا كان عندنا المتابعة بتاع مكتب الوزير بتتابع النقاط وبتشوف ايه اللي ناقص فيها وايه اللي بيكتمل فيها، يعني اهتمام غير مسبوق. واحنا طمعانين في كرم الله مع التخطيط السليم ان 2020 تبقى مصر خالية من فيروس سي. طيب الشق الثاني من الخبر وهو افتتاح اول ملتقى عربي للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصه، يمكن ده ملتقى يعني ليه طبيعه خاصه، وكونه الاول من نوعه كمان هيلقي الضوء على هذه الفئه من الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصه ودعم المجتمع ليهم. هذا الملتقى غدا بيفتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، دلاله افتتاح هذا الملتقى من وجهه نظره؟ والله الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس لكل المصريين، وذوي الاحتياجات الخاصه ليهم حقوق علينا حددها على فكره الشرع وحددها القانون، القانون المصري لم يغفل دورهم، وبيجدوا اب يتمتع بكل مزايا الابوه، الابوه برضو اكرر الابوه الصادقه. تمام. الرئيس ليس الهدف الشو الاعلامي او ما شابه ذلك، لكن هو رجل بيتحرك يوم يعمل عام للمرأة، يعمل عام لذوي الاحتياجات الخاصة، يهتم بـ 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 بالأمراض اللي موجودة اللي بقالها سنين واللي مفيش كان توجه لأنها تنتهي، ولما سيادته يتوجه لحاجة بيحاول القضاء عليها. طبعا القضاء 100% يكاد يكون مستحيل، لكن الهدف الرئيسي للرئيس عبد الفتاح السيسي هو دعم الاستثمار، يبقى بيوصل بالاستثمار لأفضل صورة ممكنة. القضاء على مرض بيحاول قدر المستطاع ويهاجم ولا ينظر إلى هذا الهجوم، إنما يأخذ طريقه متوكلا على الله سبحانه وتعالى، معتمدا بعد ذلك على إخلاص الشعب وصدق الشعب وحب الشعب ليه وتكاتف الشعب من أجل مساعدة الرئيس وقواته المسلحة وشرطاته وقضاءه وإعلامه والوصول إلى الهدف وتحقيقه. تمام. نروح لجريدة الجمهورية. التحالفات العالمية تعود لشرق بورسعيد، أول محطة لتداول السيارات ب 220 مليون دولار استثمارات فرنسية والتنفيذ في 6 أشهر. تعليق حضرتك على هذا الخبر من زاوية يعني المنطقة الاقتصادية في قناة السويس والاستثمارات في منطقة شرق بورسعيد. والله حضرتك بقى أنت بص لدي من أكثر من منظور، يعني انت بقيت دولة مرغوب في الاستثمار فيها. بعد ما جات عليك فترة كنت بتدعو العالم ولا ينظر اليك، بعد ما جات عليك فترة كنت متهم بانك متآمر على العالم وعلى دولة زي اثيوبيا في قضية سد النهضة، والعالم ينظر اليك على انك اصبحت دولة ارهابية ودولة متطرفة. النهاردة العالم يطلب أن يشاركك وأن يتواجد معك على أرضك. النهارده البعض بيقول الاستثمار بيتم إزاي وإحنا كده استثمار أجنبي، مش استثمار أجنبي مش على أرضي، هو هياخد قطعة من الأرض ويطلع بيها؟ استثمار أجنبي مش هيشتغل فيه عمالة مصرية بحجم كبير؟ استثمار أجنبي مش هيضخ أموال؟ استثمار أجنبي مش هيوفر منتج معين في السوق المصري بشكل يبقى كويس؟ أول محطة لتداول السيارات ب 220 مليون دولار استثمارات فرنسية، التنفيذ كمان ده الأخطر.
احمد بيه احنا كنا بنعمل كوبري طوله لا يصل الى كيلو متر في 7-8 سنين. النهارده بننفذ مشروعات عملاقه وبنقول لا تتعدى الستة اشهر. احنا بنسابق الزمن او بنحاول نعيد زمان اجدادنا الفراعين الفراعنه. احنا بنحاول نكون فراعين الحاضر. احنا بنحاول نظهر الصوره الجميله للشعب المصري. مش قادر اقول غير شكرا سياده الرئيس. تمام. جريدة المصري اليوم واهتمام بالملف التعليمي من خلال تصريح لوزير التعليم، أمامنا 10 سنوات لحل مشكلة كثافات الفصول، والوزير بمؤتمر الأسبوع الأول للدراسة بيقول نحتاج 100 مليار جنيه لبناء 200,000 فصل. الحقيقة أنه تحديات كثيرة جدا بتواجه التعليم في مصر لعلاج المشاكل المتراكمة منذ سنوات، منها كثافات الفصول وأيضا بناء فصول جديدة لاستيعاب هذه الكثافات. وطبعا الموضوع محتاج لمليارات زي ما بيقول وزير التعليم. تعليق حضرتك على هذا التصريح، دور المجتمع أيضا في مساندة الوزارة لتحقيق هذا الهدف، حل مشكلة كثافة الفصول. أولا الكلام ده بيجي فين حضرتك؟ بيجي في المؤتمر بتاع الوزير في الأسبوع الأول للدراسة اللي بيعلن فيه إن في بعض السلبيات وإن في إيجابيات كثيرة. من هذه السلبيات اللي بتتراءى للوزير، يبقى إحنا مش زي النعام النهاردة بندفن راسنا في الرمال، لأ إحنا صادقين في كل ما نقول حتى في السلبيات الموجودة واللي بنطمع في كرم الله إن يكون لها حلول عندنا. طب النهارده حضرتك متخيل حجم المبلغ اللي موجود علشان نعمل الفصول دي او علشان الفصول دي تخرج لاولادنا بالشكل المناسب اللي يتناسب مع العصر واولوياته؟ الوزير بيقول ان انا محتاج 100 مليار. حضرتك الحجم ده ما كانش بيتقال قبل كده ولا حد كان بيسمعه خالص. لما اتكلم عن 100 مليار النهارده علشان 200,000 فصل، يعني علشان 12,000 مدرسه للفتره القادمه، انا اللي بقت ليا رؤيه بتوصل ل 10 سنين، رؤيه بتصل لسنوات طويله، رؤيه لتحقيق اهداف لمين؟ لاولادنا. يبقى انا النهارده الاتهام اللي كان موجه لرئيس الجمهوريه انه بيبني دوله وما بيبنيش فرد، لا، اتهام باطل. الرئيس مهتم ببناء الدولة، ببناء اقتصاد الدولة، ببناء الفرد. والدليل على كده حضرتك المدارس اليابانية اللي اتفتحت والمدارس اللي موجودة والاهتمام بالمعلم نفسه والدورات التدريبية اللي حاصلة، كذلك اهتمام الوزير بأنه يوفر 12,000 أو 200,000 فصل، 12,000 مدرسة أو 200,000 فصل علشان يحقق منتج مناسب يتناسب مع آليات العصر الجديد. تمام. من جريدة الأهرام، انطلاق فعاليات منتدى شباب العالم في 3 نوفمبر المقبل. بتأكيد هذا المنتدى أثبت نجاحه العام الماضي، وشفنا قد إيه اهتمام الدول بالمشاركة فيه، شفنا قد إيه الحراك الشبابي في هذا المنتدى وما أفرزه من أفكار جديدة في مجال بناء السلام الدولي وتبادل الثقافات وغيره. تعليق حضرتك على يعني تنظيم هذه الفعاليات للعام الثاني على التوالي، وما يمكن إضافته أيضا من أهداف جديدة، من يعني أفكار مختلفة في دورته هذا العام؟ النهاردة حضرتك الملتقى أو المنتدى بيخرج للعالم من خلال رؤية جديدة، وهي الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب. دكتورة رشا راغب المديرة التنفيذية إن شاء الله يبقى ليها دور أكبر في تأهيل شبابنا، تأهيل شبابنا بقى سياسيا، تأهيل شبابنا. لكن القضية الكبيرة إيه؟ إن أنا لما بعمل الملتقى ده والمغرضين بيأكدوا إن دولة، إن مصر فيها إرهاب وفيها عندنا إرهاب، لكن الحمد لله بنحافظ على الأمن بتاعنا ولا لا؟ قواتنا موجودة للدفاع عن كل شبر من أرض مصر ولا لا؟ الإرهاب ده داخلي ولا إرهاب موجه لينا من الخارج؟ منتدى الشباب في مدينة السلام في شرم الشيخ، ملتقى للحوار بين مين؟
بين شباب مصر وشباب العالم. ده احنا كمان السنة دي هيبقى الوضع مختلف، احنا هندعو بعض السادة الرؤساء وممثلو الدول ليتواجدوا، ومن الممكن أن يتواجدوا أثناء الحوار كمان ويشاركوا فيه. فالنهاردة لما بعمل منتدى الشباب فكرني بالذكريات الجميلة اللي كانت أيام الجامعة لما كنا بنتواجد علشان نتحاور مع أساتذتنا. النهاردة بنتحاور مع رئيس الدولة، بنتحاور مع رموز الدولة، فالروح طيبة، خاصة إنها في مدينة السلام في شرم الشيخ بؤرة اهتمام العالم والموجه إليها أنظار العالم. الحرب في سيناء دائرة على الإرهاب، والرئيس لا يغفل دور السلام، ومن الذين يقومون بدور السلام؟ شباب مصر، يشاركهم شباب العالم. تمام. جريدة الأخبار، مشروعات سياحية عالمية في العالمين الجديدة والبحر الأحمر، والوزير مدبولي بيقول قطار مكهرب لربط العين السخنة والساحل الشمالي بمدينة 6 أكتوبر. يعني بالتأكيد هذه المشروعات اللي هتكتسب صفة العالمية لأنها بتقام في مدن جديدة زي العالمين الجديدة ومنطقة سياحية واعدة زي البحر الأحمر. تعليق حضرتك على هذه المشروعات وأيضا الربط بين العين السخنة والساحل الشمالي من خلال هذا القطار المكهرب. والله حضرتك القضية إن إحنا عندنا مشروعات كبيرة في مصر، المشروعات السياحية ليها رؤية خاصة، لأن حضرتك تعلم أن مصر فيها ثلث آثار العالم تقريبا. تمام. فلما نوصل لمرحلة أن أنا أكتفي بالآثار الفرعونية القديمة وأنا مليش رؤية في الساحات التي ينظر إليها العالم، الساحات اللي بتمثل إيه؟ البحار الكبيرة. مصر في موقع متميز، لما أغفل هذه السياحة يبقى أنا يعني ليست لدي نظرة للواقع الحقيقي. أنا بوفر السياحة اللي موجودة في الأقصر وأسوان والأماكن الجميلة اللي العالم كله بيأتي إليها، وبستثمر وجود إيه بقى؟ وجود بحار وشواطئ يعني سياحة شاطئية غير موجودة. تمام. طيب استغلها ازاي واستثمرها ازاي؟ بالاكواخ بقى وبالبيوت وبالعشوائيات وبالكلام ده. فطبعا بمشروعات عملاقه، طبعا مشروعات عملاقه مخططه على احدث الطرز التي وصل اليها العالم الحديث. ولذلك في مراحل اولى من المدن بمجرد طرحها تقريبا حضرتك يعني استكمل حجزها بالكامل مع وجود ارتفاع في أسعارها، لكن في أمان في الاستثمار في مصر النهاردة، في توجه لأن السياحة بتاعتي ما تبقاش سياحة داخلية، تبقى سياحة عالمية، برغم كل التهديدات اللي بيحاول البعض أنه يظهرها تجاه مصر، لكن الحمد لله مصر آمنة والعالم يأمن هذا الجانب. تمام. ويعلم مدى المجهود الكبير الذي تبذله قواتنا المسلحة. طيب آخر خبر سريع من جريدة الجمهورية، وزير قطاع الأعمال لعمال الدلتا للأسمدة، كفانا خسائر لن نضيع جنيها واحدا دون جدوى اقتصادية وتدبير موارد الإصلاح من بيع الأصول غير المستغلة. تعليق حضرتك يا أستاذ حسين. والله أنا مع معالي الوزير في أننا محتاجين لإعادة النظر في الشركات الخاسرة بشكل عام. طبعا أنا ما بتمناش بيع أي أصل من الأصول، لكن إذا كانت شركة خاسرة ولا يستطيع القائمون عليها إدارتها بالوجه الأمثل، الأخطر من ذلك أن مع توجه الرئيس لأنه ما يبيعش، الحفاظ على العمالة، الحفاظ على مرتباتهم ومكتسباتهم اللي موجودين، خلاص في للأسف بعض العمالة اللي موجودة في بعض الشركات وبعض المصانع وكأنها أخذت على عاتقها ألا تعمل، خلاص هي عايزة إدارة يعني تحاسبها وحساب شديد. لذلك أنت هتبقى مضطر في بعض الأحيان أنك تستغنى عن بعض الأصول إذا لازم الأمر، لأن توجه الرئيس الإبقاء على كل شيء، إصلاح كل شيء، محاولة تطوير الموجود ومحاولة تحديثه. نعم. والعمل على إنشاء تمام حاجة
حاجات صناعية كبيرة وضخمة. تمام، بشكرك جدا أستاذ الحسين عبد الفتاح الكاتب الصحفي بجريدة روزا اليوسف، شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا، شكرا جدا. مشاهدينا الكرام، لسه معاكم في هذا الصباح وقفة مع أهم أخبار مصر والعالم في موجز مع زميلة نجلاء الكعثري، وبعده زميلة نرمين خليل وفقرة حوارية جديدة.